الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهنئكم أيها الأحباء بهذا العام الجديد 2020، وأيضا بعيد الميلاد المجيد الذي نستقبل فيه ميلاد ربنا يسوع المسيح متجسدا من أجل خلاص كل البشر. أهنئ كل الأحباء في كل الإبرشيات والكنائس القبطية الأرثوذكسية عبر العالم. أهنئ كل الآباء المطارنة والآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة والأراخنة وكل الشعب القبطي، وأيضا أهنئ الشباب والأطفال والصغار والكبار، وأرجو لكم دائما عيدا سعيدا. في عيد الميلاد المجيد، هذا العيد الذي نحتفل به كل عام ويرتبط بالسنة التي نعيش فيها أنها سنة ميلادية، وفيه نتذكر قصص كثيرة، ولكن من مشاهد الميلاد أن المجوس الذين قدموا من الشرق قدموا ثلاث هدايا، وهذه الهدايا الثلاث تعبر عن حياة الإنسان، أن أيام عمره هي أيام ذهب ومر ولبان. ولكن ميلاد السيد المسيح وأحداث الميلاد أيضا يقدم لنا الله ثلاث عطايا كثيرة، وهذه العطايا نراها في مشاهد الميلاد المجيد. هذه العطايا تمثل كونها هدايا يقدمها الله للإنسان لكي ما يستعيد إنسانيته. فالإنسانية التي يرتبط بها وجود البشر أمر غالي جدا، وفي كل عيد ميلاد نتذكر هذه الأمور الثلاثة التي أتحدث فيها عنكم. الأمر الأول أن الإنسانية تتحقق بأن يعيش الإنسان الحب، فعندما يمارس هذا الحب ويعيشه ويقدمه يكون هذا الحب وسيلة يتحقق بها إنسانيته. أريد أن أذكر أمامكم المشهد الذي نحبه، وهو الرعاة الذين كانوا يسهرون في البادية وكانوا يعيشون في حياة بسيطة رقيقة الحال، ولكنهم كانوا يعيشوا هذا الحب، حب القطعان وحب البشر، حتى أن الله استأمنهم أن يكونوا هم أول من يتلقى خبر الميلاد، ويظهر الملاك ويهنئهم، وها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هؤلاء الرعاة عاشوا الحب وقدموه، وعندما وجدوا رسالة الملاك أسرعوا إلى بيت لحم حيث المزود، وفرحوا بالصبي المولود في المزود، وعبروا عن محبتهم الشديدة بهذه الزيارة. وكان هذا درسا لنا في الإحساس بالحب وأن يعيش الإنسان هذا الحب على الدوام. العطية الثانية هي نراها في زيارة المجوس. المجوس غرباء قدموا من الشرق وأتوا خصيصا، كانوا علماء وكانوا يبحثون في النجوم، وعندما وجدوا النجم المميز في السماء عرفوا أنه إعلان عن ولادة رب الحقيقة. هؤلاء تمتعوا بالخير، بمعنى أن هؤلاء المجوس كانوا جادين وفي إصرار بالغ، عرفوا في مكان ميلاد المسيح بإرشاد النجم وقدموا خيرا، فجاءوا من الشرق ووصلوا إلى المزود، وقبلها تقابلوا مع الملك وقدموا هداياهم، وكان هذا أمرا أنه يريدون أن يتمتعوا بالخير ويعملون خيرا، لقد صنعوا خيرا عندما أتوا وعندما زاروا الصبي وعندما قدموا هداياهم الذهب واللبان والمر. ولكن في نفس هذا المشهد، مشهد أن يعمل الإنسان خيرا، نتذكر أهل بيت لحم وأهل المزود الذين استضافوا هذه المرأة الفقيرة أمنا العذراء مريم والقديس يوسف النجار، وكانت حبلة وتريد أن تضع ابنها. لم يكن هناك مكانا في أورشليم المدينة الكبيرة ولا مكانا في القرية الصغيرة إلا في هذا المزود. هؤلاء صنعوا خيرا، ولذلك العطية الثانية أن تتعلم كيف تصنع خيرا على الدوام.
هذه العطية الثانية التي نقدمها، وهي اصنع خيرا، أو كما نقول عن الله فلنشكر صانع الخيرات. العطية الثالثة التي نشعر بها وهي تذوق الجمال. ميلاد السيد المسيح مشهد جميل، ولكن أجمل ما فيه كان غوقة الملائكة التي ظهرت في السماء وغنت وأنشدت وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. كان هذا النشيد وهذا التعبير المفرح كان تعبيرا عن الجمال، فالجمال هو صفة قوية يتذوقها الإنسان الذي يعيش مع الله. علمنا الجمال في ميلاده، وعلمنا أن نتذوق الجمال وأن نقدم كل شيء جميلا، فالطبيعة جميلة، وما نأكله من ثمار الأرض جميل، وما نعينه في الفلك نهارا وليلا هو جميل، وما نعيشه في فصول السنة امتدادا من الشتاء إلى الربيع إلى الصيف إلى الخريف هي أيام جميلة، وأيام حياة الإنسان بصفة عامة هي أيام جميلة وعطية من الله. هذه الثلاث عطايا، عيش بالحب وتمتع بالخير وتذوق الجمال، هذه العطايا الثلاثة هي التي نعاينها في قصة الميلاد. الميلاد بداية جديدة، والميلاد فرحة جديدة، والميلاد رسالة جديدة لكل إنسان يبدأ بها عام جديد يمجد فيها الله. أنا أهنئكم جميعا بهذه الأيام السعيدة، وأهنئكم بالميلاد المجيد، وأقدم كل المحبة وكل التحية لكل أحبائنا في كل مكان في العالم. أرسل لكم هذه الرسالة من أرض مصر ومن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الأم التي ترسل المحبة بكل الآباء في المجمع المقدس وكل الآباء في كل الكنائس القبطية هنا على أرض مصر. وأيضا أرسل لكم تحيات التاريخ الطويل التي نعيشها وتمتد إلى كل كنائسنا في كل مكان في العالم. ربنا يكون وياكم، وهابي نيو يير وميري كريسمس.